ختاما إلى صفحة متفرقات سريعة. ضمت الممثلة أنجلينا جولي إلى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ وأمضوا الوقت بمخيم لإنقاذ النساء بجمهورية الكونغو، وذلك لتسليط الضوء على كارثة اغتصاب النساء خلال الحروب. جولي وهيغ تحدثوا مطولا لنساء كانوا ضحية الاغتصاب. خاتم خطوبة قدمه نابليون بونابارت عام 1796 ليلي كانت رح تصير زوجته حطم كل التوقعات وانباع بمزاد علني بمبلغ 900,000 يورو. الخاتم المصنوع من الألماز والسفير وبقياساته بيعكس البداية المتواضعة للرجل يلي بعد وقت صار إمبراطور. أكثر من 5000 صورة مش منشافين من قبل لممثلين كتار مثل ميرلين مونرو، جيمس دين، إليزابيث تايلر، كلارك جيبل وغيرهم رح ينعرضوا للبيع بواحد من أضخم المزادات بهوليوود. المراهنين رح يفيهم يوضعوا مزاداتهم شخصياً وأونلاين. حصلت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز على جائزة من جمعية الملاكمة السابق الأسطوري محمد علي. جي لو أكدت أنه محمد علي يلي ألهم الملايين لطالما أعطى مثل لكل العالم أنه الأحلام بتتحقق.